الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحاكم الحكيم الحكم الحليم الكريم الاكرم العلي العظيم الاعظم بارئ النسم من القدم منشئ الخلق من العدم على الوجه الاتم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صاحب الفضل والمجد والجود والكرم يكرم من يشاء بفضل النعم ومن يهن فما له من مكرم خلق ورزق وعلم وافهم واعطى واكرم نجا نوحا من الطوفان الذي عم واغرق فرعون في اليم اله عظيم اذا انعم تم من رجا بابه لا يهتم ولا يغتم احمده على صنوف النعم حمدا تضيق باحصائه الكلم يا غافلا والخليل يحرسه من كل سوء يدب في الظلم كيف تنام العيون عن ملك تاتيه منه فوائد النعم حق للخلق ان يفتخروا حق للخلق بان يفتخروا ان مولاهم هو الله الحكم حق ان يفتخروا كل افتخار إن انه الرب الحكيم الاكرم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تشفي القلوب من السقم وتكفي المرهوب من النقم يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا كاشفا الضر والبلوى مع السقم ان كان اهل التقى فازوا بما عملوا فمن يجود على العاصين بالكرم واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير العرب والعجم نقله ربه في اطهر صلب ورحم وجعل امته خير الامم صلى الله عليه وسلم ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم يا فوز من صلى عليه فانه في جنه الماوى غدا يتنعم صلى عليه الله جل جلاله ما راح حاد باسمه يترنم صلى عليه اله العرش ما طلعت شمس وما لاح ثغو البرق امشانا وممشاكم وبوانا الله من الجنه منزلا وبواكم حي الله الوجوه وزكى الله الانفس وشرح الله الصدور حياكم الله جميعا ايها الاطهار الخي... الاخيار الكرام واسال الله الحكيم الحكم ان يتقبل منا جميعا صالح العمل وان يجمعنا في الدنيا دائما وابدا على طاعته وفي الاخره في الفردوس الاعلى انه جواد كريم بر رحيم اسال الله الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على غير دنيا ولا تجارات الا ابتغاء مرضاه رب الارض والسماوات ان يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر انه ولي ذلك ومولاه يا من ترى قلبي ويسمع نبضه انت العليم بلوعتي وشجوني يا حي يا قيوم هبني رحمه واحفظ علي مع الكرامه ديني اللهم امين سبحانه سبحانه ما اعظمه وارحمه سبحانه سبقت رحمته غضبه وسبق عفوه عقوبته لا احد اصبر على اذى خلقه منه سبحانه فسبحانه من خالق عظيم جواد كريم الكرم صفه من صفاته والجود من عظيم سماته والعطاء من أجل هباته فمن أعظم منه جودا الخلائق له عاصون وهو لهم مراقب يكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوا ما الطفة يتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا يجود بالفضل على العاصي ويتفضل على المسيء من الذي دعاه فلم يستجب له؟ أم من هذا الذي سأله فلم يعطه؟ أم من ذا الذي أناخ ببابه فنحاه؟ فهو ذو الفضل ومنه الفضل وهو الجواد ومنه الجود وهو الكريم سبحانه ومنه الكرم وهو الحكيم الحكم يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن اعوذ به مما احاذره لا يجبر الناس عظما انت تَكَاسِبُهُ ولا يهيضون عظما انت جابره فيا احبتي في الله وكلكم كذلك وكيف لا تكونوا جميعا احبتي ونحن نجتمع في هذا اللقاء المبارك في بيت من بيوت الله تعالى على مائده الكتاب والسنه بفهم سلف الأمة نأنس بالله ونسعد نرتقي إلى العلياء في فقه الصفات والأسماء لرب الأرض والسماء في سلسلة الفقه فقه الأسماء الحسنى أحب الدروس إلى قلبي وكيف لا يكون ذلك كذلك والغرض من اجتماعنا والغرض من اجتماعنا الغرض من التقائنا الغرض من درسنا تعظيم الله تعظيم الله في قلوبنا فاذا عظمنا الله في قلوبنا ستابى جوارحنا ان تعصيه وهل هناك اجمل من ذلك والله ما اجمل الحياه مع الله قال ابن القيم من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة أحبه لا محالة المشكلة في جهلنا به بس المشكلة في بعدنا عنه يقول ابن القيم أيضا لو كشف الله الغطاء لعبده وأظهر له كيف يدبر الله له أمره لو أنت تعرف ربنا بيعمل لك إيه لو كشف الله الغطاء لعبده واظهر له كيف يدبر الله له امره وكيف ان الله اكثر حرصا على مصلحه العبد من نفسه وانه ارحم به من امه لذاب قلب العبد محبه لله ولتقطع قلبه شكرا لله احبتي ان في القلب شعثا لا يلمه الا الاقبال على الله وفيه وحشه لا يزيلها الا الانس به وفي خلوته فيه حزن لا يذهبه الا السرور بمعرفته وصدق معاملته وفيه قلق لا يسكنه الا الاجتماع عليه والفرار منه اليه وفيه نيران حصرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى لقائه نص الله الثبات حتى الممات وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له ويستمر لقاء المبارك ومع الاسمين الخامس والسبعين والسادس والسبعين الحكيم الحكم إنه الله جلت حكمته وتعالت قدوته وعظمته قال ابن القيم وهو يتكلم عن الحكيم جل جلاله وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان حكم وأحكام فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان بل ذاك يوجد دون هذا مفردا، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا ثم يجتمعان لن يخلو المربوب من إحداهما او منهما بل ليس ينتفيان لكنهما الشرعي محبوب له ابدا ولن يخلو من الاكوان هو امره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الازمان لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والاحسان هو كله حق وعدل ذو رضا والشان في المقضي كل الشان فلذلك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي ما الامران متحدان فقضاؤه صفه به قامت وما المقضي الا صنعه الانسان والكون محبوب ومبغوض له وكلاهما بمشيئه الرحمن هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان ويحل ما قد عقدوا باصولهم وبحوثهم فافهمه فهم بيان من وافق الكوني وافق سخطه افلم يوافق طاعه الديان فلذلك لا يعدوه ذم او فوات الحمد مع اجر ومع رضوان وموافق الديني لا يعده اجر بل له عند الصواب اثنان انا اقول لك عن الكلام ده ما تخافش مع الله في الدمع لما انحمر مع الله في الدمع حاصل ما ذكره ابن القيم في هذه الابيات حاصل ما ذكره ابن القيم في هذه الابيات ان من اسماء الله الحكيم ومن اوصافه الحكمه وحكمه الله نوعين حكم واحكام ثم بين ان الحكم منه ما هو كوني يعني قدري يعني عام ومنه ما هو شرعي وانهما لا يتلازمان بل قد يوجد هذا دون هذا يعني وقد يجتمعان يعني ايه في حاجة قضاء كوني بس مش شرعي زي خلق المعصية والعصاة المذنبين وخلق الله لإبليس هذا خلق كوني قدره لحكمة وكما سيأتي بالتفصيل بإذن الله أما الشرعي هو أمر بطاعته وهذه لحكمة أيضا فأنت لما تطيع وتستجب للأمر الشرعي يبقى استجبت للأمرين الشرعي والكوني أما لو كان في غير طاعة وكان أمرا قدريا كونيا ولا يكون شرعيا فالإنسان يرضى بقضاء الله وقدره فلا يتبرم ولا يقنط ولا ييأس ولا يت ليه؟ ليه ربنا خلق كذا؟ هذا ليس في مقدورك أن تفهمه الله عز وجل قدر ذلك لحكمة بالغة عظيمة ستتضح لك الشغل اللي عمل الإزعاج ده من حكم الله القدري ولا الشرعي القدري أحسن يبقى أنتم فاهمين الحمد لله أهو ليه قدري لأن ربنا قدره وهو ليس بخير والله سبحانه يحب الشرعي من القدرين يحب الشرعي الذي هو أمر الله به الرسل وأتباع الرسل وأمر بالرضا عنه وعدم الاعتراض والمنازعة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يا الله لما تسلم نفسك لله وأما ما حكم به قدرا وشاء أن يكون فلا يلزم من مشيئته أن يكون محبوبا لديه كمشيئته وجود إبليس وجنود ابليس وكفر الكافر وفسق الفاسق ده بيحل لك مشاكل كتيره جدا يا جماعه وهو لا يحب ذلك كله ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور ولم يأمر الله تعالى ان نحب كل ما خلق وشاء ده مذهب السلف يا جماعه ومن خالفهم فيه فقد ضل واضل يقول لك انا بحب ابليس عشان هو من خلق ربنا أنا بحب الكفار لأن هم خلق الله. افهم هتحل لك مشاكل كثيرة جدا والأبيات دي شرحها هي المحاضرات دي. نقترب من الحكيم الحكم وكعادتنا أول ما نتعرف على اسم الله نتعرف عليه في اللغة العربية عشان نعرف نستطعمه في حق الله عشان نعرف نتذوقه الحكيم صيغة مبالغة على وزن فعيل بمعنى فاعل يبقى فعله حكم يحكم حكما معاني الحكيم في اللغه العربيه ياتي على عده معاني منها الاحاطه والمنع حكم الشيء اقول لك احكم الشيء يعني حوطه وامنعه وحافظ عليه وسيطر عليه واحاط به يبقى دي اول معنى من معاني الحكيم الاحاطه والمنع ومنها معنى حكمه الحكمه اللي هي اللي يعني اللي بيحطوه الحديد المانعه للدبه عن الخروج ولذلك ويشهد لذلك قول حسان ابن ثابت فنحكم بالقوافي منهجانا حسان ابن ثابت يقول فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء اللي هيقول لنا شعر هنرد عليه في شعر اشعر منه واقوى منه واللي هيدخل في المعركه هيرانا رجالا أي نمنع بالقوافي منهجانا وقول الآخر أبني حنيفة حكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب يعني امنعوا سفهاءكم عننا عشان خاطر إيه؟ ما عليكم يبقى ده تاني معنى من معاني الحكيم ويأتي الحكيم على معنى المدقق في الأمور المتقن لها فالحكيم هو الذي يحكم الاشياء ويحسن دقائق الصناعات بيخلق بحكمه بترتيب بقدر وياتي باتقان ويقال للرجل اذا كان حكيما قد احكمته التجارب يعني صار حكيم نتيجه ايه؟ كثره التجارب والخبرات والحكيم ايضا هو الذي يحكم الامر ويقضي فيه ويفصل دقائقه ويبين اسبابه ونتائجه فالحكيم يجوز ان يكون بمعنى حاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم واستحكم الرجل اذا تناهى عما يضر في دينه ودنياه استحكم يعني صار حكيما طلب الحكمه ووصل لها والحكيم سبحانه هو المتصف بحكمة حقيقية عائدة إليه وقائمة به كسائر الصفات والتي من أجلها خلق فسوى حكمة قدر فهدى حكمة وأسعد وأشقى حكمة وأضل وهدى حكمة ومنع وأعطى حكمة فهو المحكم لخلق الأشياء على مقتضى حكمته. يا سلام لما نؤمن بهذه الصفات. وهو الحكيم في كل ما فعله وخلقه حكمة تامة اقتضت صدور هذا الخلق. ليه القرد بالشكل ده؟ ليه الدب بالشكل ده؟ ليه الحمار بالمنظر ده؟ ليه النمل؟ ليه البراغيث؟ ليه الصراصير؟ ليه الحياة والثعابين؟ كل هذا أنا على يقين أنها بحكمة الحكيم حتى الخلق القبيح لحكمة الخلق الشرير لحكمة إبليس لحكمة أهل الشر والأذى والسوء لحكمة أنا على يقين فكل ما يدور في هذا الكون بقدرته وحكمته ما فيش حاجة كده سبحانه حكيم فهو المحكم لخلق الاشياء على مقتضى حكمته وهو الحكيم في كل ما فعله وخلقه حكمة تامة اقتضت صدور هذا الخلق ونتج عنها، خلي بالك، ونتج عنها ارتباط المعلول بعلته والسبب بنتيجته وتسيير كل مخلوق لغايته الذي خلق كل شيء فقداه تقديرا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ولذلك يا جماعه ما تلاقيش في الخلق في تطورات يعني الانسان مثلا كان نازل باربع عيون او بواحده فوق وواحده تحت او واحده في الجنب ده وواحده في الجنب ده او كان الصوابع سبعه مش خمسه الشكل واحد لانه من بدايته حكمه ما يخضعش للتطورات ما يخضعش للتجارب ما يوصلش للتحسينات فلما اؤمن بهذا الحكيم ارتاح انا جاي للحكيم انا اسجد للحكيم انا اؤمن بالحكيم انا ما محمولي وهمومي وغمومي ومسائلي كلها على الحكيم أنا سايب دنيتي للحكيم أنا أمر مستقبلي وآخرتي للحكيم ولذلك تلاقي أهل المعرفة أهل هدوء ما عندوش إزعاج ما عندوش كبت ما عندوش انفصام ما عندوش تردد عارف طريقه حكيم والحكيم سبحانه هو المتصف بحكمة حقيقية عائدة إليه وقائمه به كسائر صفاته والتي من اجلها خلق فسوى وقدر فهدى واسعد واشقى واضل وهدى ومنع واعطى انت بتعيد لا ده انا باكدهالك لانك لو فهمت الكلام ده كويس هترتاح في حياتك هتتحللك مشاكل كتيره جدا هعرف يعني ايه المحكم لخلق الاشياء على مقتضى حكمته وهو الحكيم في كل ما فعله وخلقه حكمه تامه اقتضت صدور هذا الخلق ونتج عنها ارتباط المعلول بعلته والسبب بنتيجته وتسيير كل مخلوق لغايته واذا كان الله عز وجل يفعل ما يشاء ولا يرد له قضاء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إلا أنه الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، ويعلم خواصها ومنافعها، ويرتب أسبابها ونتائجها، ليه الشمس حكمة؟ وبعدين بقى نقعد بالعلم الحديث ونكتشف ويجي التطورات ويجي المعارف، يقول لك ده لو قربت شوية تولع الدنيا ولو ابتعدت شويه تجمد الدنيا يبقى خلقها بحكمه بهذه الكيفيه بهذه الكونيه بهذا الظهور وهذا الغروب بهذه الطريقه وفق نسق حكيم والحكيم سبحانه وتعالى هو ايضا الحكم والحكم بمعنى العلم والفقه والقضاء بعدل القضاء بعدل قال الله: وآتيناه الحكم صبيا. أي العلم والفقه. ولذلك سمي القرآن يا جماعة الذكر الحكيم. ولنا معه وقفة في قول الله ياسين والقرآن الحكيم. سيأتي بإذن الله. أي القرآن حاكم لكم وعليكم. أو لأنه محكم ومحكم. لا اختلاف فيه ولا اضطراب وحكم الشيء يعني منعه ومنه الحاكم لانه يمنع الظالم من الظلم او هو الذي يمنع احد الخصمين من التعدي على حق الاخر يحكم بينهم حاكم او احكم الامر اتقنه ولذا يقال لمن يحسن دقائق الصناعات حكيم عشان كده بنقول على الطبيب ايه حكيم يقول لك هات الحكيم يقصد الطبيب لأنه بطبه يمنع انتشار المرض في الجسم والحكمة هي الحديدة كما قلت لك التي توضع في فم الدب من الانفلات أما الحكمة فهي صفة راسخة الله حكيم حاكم حكم بس أنا ما كتبتش اسم الله الحاكم في وسط الأسماء ليه؟ يعني وجدت انهم متفقون على كلمة اسم الله الحكيم واتفقوا على اسم الله الحكم وما وجدت ما يشجع ويقوي ان انا اكتب اسم الله الحاكم، لكن هو معنى الحكم الحاكم من معاني الحكم الحاكم، فاكتفيت بالحكم الحكيم، والحكمة هي صفة راسخة توجب لمن اتصف بها صوابا في الراي وسدادا في العمل الحكمه وهي عباره عن معرفه افضل الاشياء بافضل العلوم معرفه افضل الاشياء بافضل العلوم دي الحكمه من يتحلى بالحكمه ويصيب القول والفعل ويضع الشيء في موضعه حكيم فهو المتقن للامور ملخص ما سبق في معنى الحكم والحكيم في اللغه. الحكيم يأتي على عدة معاني من الإحاطه والمنع ويأتي على معنى المدقق المتقن للأمور يحكم الأمر يقضي فيه يفصل دقائقه يبين أسبابه ونتائجه. دي الحكيم والحكم بمعنى العلم والفقه والقضاء بالعدل. نقترب والمعنى في حق الله تبارك وتعالى نعيش مع الحكيم الحكم ماذا يعني هذا الاسم في حق الله عز وجل بالتامل في المصادر التي ذكرت معاني اسماء الله الحسنى نجد ان لاسم الحكيم ثلاث معاني اساسيه مع الله في الدمع لما انحمر مع الله فاسم الحكيم على وزن فعيل كما قلنا وفعيل من الناحية الصرفية صغة مبالغة فتأتي على حكيم بمعنى حاكم من الحكم من فعيل بمعنى فاعل وده مقابل لإسم الله الحاكم أو إسم الله الحكم يعني معناه القاضي يحكم فالله تعالى هو الحاكم لخلقه لا ينازعه في حكمه سواء الكوني القدمي او الشرعي احد يحكم لا مبدل له ولا معقب لحكمه جل جلاله قال سبحانه ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ايه اعتقادك في الكلام ده يا جماعه فلا رد ولا معقب لحكمه والله تبارك وتعالى يقول والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب يعني ولا حكم افضل من حكمه قال الله واتبع ما يوحى اليك واصبر اللي يصيب لك في كون الله من خير او شر انا راضي. الاحكام الشرعيه انا راضي. يبقى انا راضي بالقضاء والقدر وراضي بالاحكام الشرعيه، ليه صلوات خمس؟ لا ما اعرفش. بس انا راضي بالصلوات الخمس، انا راضي بصيام رمضان، انا راضي بالزكاه، انا راضي بالحج، انا راضي بالقران، انا راضي بالسنه، راضي. ارضى بقضاء الله الشرعي فيه. كما أرضى بقضاء الله الكوني من قضاء وقدر إن كل ما يتحرك من متحرك ويسكن من من ساكن بقدر الله أنا مؤمن لا أعترض واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين يبقى المعنى الأول من معاني الله الحكيم بمعنى الحكم القاضي يفصل في كل الامور ارضى بقى المعنى الثاني المحكم من الاحكام من فعيل بمعنى مفعل كأليم بمعنى مؤلم بمعنى المحكم الذي اتقن كل شيء صنعه وجعله صالحا لما اراد به فسبحانه اوجد كل شيء على أدق نظام وأحكم إتقان فهو سبحانه قد أحكم خلقه كل الخلق الملائكة والجن والشياطين والإنس والسباع والوحوش والحشرات والعالم العلوي والعالم السفلي وعالم البحار وعالم اليابسة وعالم المحطة كل هذه العوالم إتقان فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ما فيش غلطة إتقان سبحانه أحكم خلقه وأتقن صنعه وأحسنه وأجمله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون قال الإمام الخطابي الحكيم المحكم لخلق الأشياء ومعنى الإحكام لخلق الأشياء يا جماعة إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيه وحسن التقدير له إذ ليس كل الخليقة موصوفا بوثاقة البنية وشدة الأسر، اه يعني حاجة زي كده زي البقلة زي النملة زي ما أشبهها من ضعاف الخلق إلا أن التدبير فيهما والدلالة بهما على كون الصانع وإثباته ليس بدون الدلالة عليه بخلق السماوات والجبال وسائر معظم الخلق. اللي خلق السماوات خلق النمل، اللي خلق الجبال خلق الحبة، وكل حاجة بقدر وبحكمة وبإتقان وبحسن صنعه وكذلك هذا كقول الله جل وعز الذي أحسن كل شيء خلقه. لم تقع الاشاره به الى الحسن الرائق في المنظر مش في الجمال مش في المنظر لا لا فان هذا المعنى معدوم في القبد والخنزير والدب واشكال من الحيوانات وانما ينصرف المعنى الى حسن التدبير في انشاء كل شيء من خلقه على ما احب ان ينشئه عليه وابرازه على الهيئه التي اراد ان يهيئه عليها كقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا يعني يا جماعه مش عامل معمل والتجربه تخضع ليه للمعمل بيخلق انسان فطلع نص او طلع الشكل ايه ندخله المعمل تاني يحسنه الصنعه من بدايه دقيقه جميله حكيمه يبقى المعنى الاول القاضي الحكم المعنى الثاني الاحكام المعنى الثالث ذو الحكمه فهو الذي يحكم الاشياء ويتقنها قال ابن الاثير وقيل الحكيم ذو الحكمه والحكمه عباره عن معرفه افضل الاشياء بافضل العلوم والله عز وجل سبحانه لا يتصرف في هذا الكون ولا يامر ولا ينهى الا لحكم عظيمه انت مصدق بالكلام ده ولا لا امال بتعترض عليه ليه الله ما بتبقى قاعد زعلان منه ليه امال قاعد تشتكي للخلق ليه امال قاعد تقول لي كده يا رب لو امنت انه الحكيم وانه ذو حكمه وان كل ما يحدث لغايه عظيمه نبيله شريفه بقدرة القادر جل جلاله فلما تعترض فلما تتأفف فلما تيأس وتبأس فلما تتندم وتتحصر والله سبحانه لا يتصرف في هذا الكون ولا يأمر ولا ينهى إلا لحكم عظيمة ولا يصدر منه شيء خال من الحكمة سبحانه ولا حركة ولا سكنة ولا تصرف لأن الفعل والتصرف الخالي من الحكمة هو فعل وتصرف باطل وعبث والله تعالى منزه عن ذلك قال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وعكن منهم فويل للذين كفروا من النار دلوقتي ابتديت استطعم وأعيش مع قول الله عز وجل بشكل آخر: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يبقى أنا على يقين تعالى أن يخلق عبثًا أو أن يترك هملا، فالحاصل يا عباد الله أن اسم الله الحكيم يشتمل على عدة معاني متلازمة لا تناقض بينها، يعني ممكن نجمع التلات معاني دول في الله الحكيم فيجوز تفسيره بجميع المعاني السابقة لأن الاسم الواحد الذي تشترك فيه عدة معان يجوز تفسيره وحمله على جميع معانيه ما لم يمنع من ذلك مانع ولا مانع أختم بكلام السعدي الله يسعدكم الحكيم وهو الذي له الحكمه العليا في خلقه وامره الذي احسن كل شيء خلقه ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع شيئا سدى الذي له الحكم في الاولى والاخره وله الاحكام الثلاثه لا يشاركه فيها مشارك فيحكم بين عباده وفي شرعه وفي قدره وجزائه والحكمه وضع الاشياء مواضعها وتنزيلها منازلها فهذه المعاني الثلاثه تدور عليها اقوال العلماء وقد تضمن هذا الاسم اسم الله الحكيم جميع الصفات العلى والاسماء الحسنى اذ لا يكون حكيما الا من كان سميعا لا يكون حكيما الا من كان بصيرا لا يكون حكيما إلا من كان عالما، لا يكون عليما، لا يكون حكيما إلا من كان خبيرا، وهكذا مع كل الأسماء والصفات. فالحكيم يجمع جميع الصفات العلى والأسماء الحسنى، أقف مع هذه وللحديث بقية، إذا أراد الله البقاء واللقاء، أسأل الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لهذا الاجتماع. وردنا بعد طول غياب أن يجمعنا دائماً وأبداً على ما يحبه ويرضاه كما أسأله سبحانه أن يجمعنا مع النبي المصطفى في الفردوس الأعلى اللهم اجمعنا بنبيك كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله اللهم أوضنا حوضه واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم آمنا يوم الفزع اللهم ارزقنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام في مصر والحرمين وجميع بلاد المسلمين وبد عنا كل وباء وبلاء انت ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك